كنتمنى تكون احوالكم على خير وبخير يا ربي، بالصحه والسلامه، وباش كنتمنى ويدخل علينا هاد العيد بالفرج وبالصحه والعافيه يا ربي، والسرور لجميع الامه المسلمه يا ربي. اليوم بغيت نحضر معكم واحد ليكريب، وبغيتكم تشاركوها معايا الطريقه كيفاش. في نفس الوقت بغيت ندير بانكيك باش تستافدوا من الكريب والبانكيك، يعني نفسهم هما نفسهم كيتشابهوا بحال بحال، ما كتفرقهم غير الخميره والقصوحيه شويه ديال الدقيق. هادوزو نشوفوا الطريقه كيفاش ديال الكريب. دابا البنات دابا غندوزو الطريقه ديال الكريب. هي الاولى غنحتاج نص سيترو ديال الحليب في الكريب، وربع كاس ديال الزيت مائده، وواحد شاشيه ديال الفاني، وقبيصه ديال الملح، وجوج بيضات، وثلاثه المعالق ديال السنيده، كتبقى سنيده على حسب الذوق ديال كل واحد، وجوج معالق ديال الزبده، والفورس كما كتشوفوا. غادي ندوزو الطريقه كيفاش. غناخذ الخلاط الكهربائي، غنضيف هاد جوج البيضات ديالي، ندوز البيضه الثانيه على هاد الشكل، ندير رشيشه الملحه. غادي ناخذ هاد الكيس ديال الفاني، غناخذ هاد ربع كاس ديال الزيت المائده، غادي ناخذ ثلاثه المعالق ديال السنيده. على فكره السنيده كتبقى على حسب الذوق، انا عندي نص سيترو غندير ثلاثه المعالق. بغيتو ديروا الطرو باش تجيكم الكميه كثيره، غديروا طرو ديال الحليب وجوج ربع البيضات، وغضعفوا الكميه. وغندير هكا معلقه ديال الزبده، مع الزبده مزيانه ديال كتكون كافيه. وغناخذ نص سيترو ديال الحليب، وغندوز نخلط هاد الشيء، نطحنو بالخلاط، ونرجع معاكم الطريقه ديال الفورس. داك الخليط ديالي على هاد الشكل كيرجع على هاد الشكل. غادي نضيف كاس ديال الفورس. الفورس على فكره على حسب الخليط، باش لي كريب راه كتجي متلوقه، غندير انا كاس ونص ديال الفورس، وغندوز نطحن ونشوف الا كان خاصني الفورس نزيد غادي نزيد معاكم، غنطحنو ونرجع لكم. البنات من بعد ما اكتفيت انا بداك كاس ونص ديال الفورس، قدوني اكتفيت بهم، من بعد ما نخلطهم مزيان، طحنتهم، تخلطوا مع بعضياتهم، غندوز غناخذ واحد الجبانيه بحال هكا. مع قلت لكم انا غادي ندير جوج ديال ندير لي كريب وبانكيك في دقيقة واحدة، يعني بلا ما نحتاج هادو نخليهم هنا على جنب بحال هكا. شوفوا راه نفس المقادير، غنضيف هنا بانكيك جوج البيضات حتى هي، راه قلت لك فرقهم غير الخميرة والقصوحية ديال الفورس، حيت هادو كيجيو قاصحين شوية، ماشي قاصحين بزاف، ماشي المهم لي كريب خاصهم يجيو جاريين، باش كيتفرقو لنا بانكيك مع لي كريب. نضيف الشاشية ديال الباني نفس الطريقة بحال بحال، ونضيف قطر ديال الزبدة بحال الطريقة الأخرى، نضيف ثلاثة المعالق ديال السنيدة، كاس ديال الزيت، وغادي نضيف واحد القبيصة ديال الملحة. على فكرة هاد البانكيك ضروري أنا كندير فيهم واحد نص معلقة ديال الخميرة ديال العجينة هكا كارمة، على فكرة اللي بغا يدير يديرها، واللي ما بغاش كتبقى حسب الذوق ديال كل واحد. أنا كيعجبوني الخميرة حيت كيجيو مفشفشين مزيان من الداخل. غنضيف هاد الحليب نفس الطريقة، وغنمشي نخلط ونرجع معاه. من بعد ما طحنت الخليط كما كتشوفوا على هاد الشكل، غادي عندي هنا أنا جوج ديال الكيسان ديال الفورس، غادي نضيف الفورس ديالي هكا، جوج كيسان عامرين، وغندوز نطحن الخليط ونشوف الا كان باقي خاصني الفورس غادي نزيد نستعمل الفورس، ما كانش غنكتفي بهذا القدر. البنات انا مازال باقي خاصني نضيف الدقيق، غادي نضيف واحد نص كاس واحد اخر حيت باقين جاريين وخاصهم يكونوا عاقدين، غنطحنهم وترجع تشوفوا الشكل كيفاش. من بعد ما طحنت داك الخليط كما كتشوفوا رجع عندي عاقد على هذا الشكل هكا، فكتعطينا كميه كبيره، وخا نص سيترو كيعطينا كميه كبيره حجم عائلي زعما،
ومن بعد ما خلطت انا هذا الخليط ديالي درت المقله ديالي كتسخن على هذا الشكل، هاد المقيله ديال لي كريب. ونحتاج واحد المغرفه، غنصبق هاد البانكيك هو الاول حيت فيه الخميره، عاد نساليه ندوز لي كريب. كتشوفوا هاد المقله على هذا الشكل هكا، ونحتاج واحد المنديل فيه شويه ديال الزيت غير شويه، وندهن على هاد الجنيبات هكا. وغادي ناخذ المغرفه على هذا الشكل، وغادي ندوز غناخذ كل وحيده على هذا الحجم هذا هكا. انا هذه كتاخذ ليا ثلاثه ديال الوحيدات، ثم على حسب المقله ديروا، الا كانت صغيره ديروا وحيده بوحيده. كنناقص عليهم البوطه باش ما يتخطفوش لينا اللون ديالهم. البنات كما كتشوفوا راه من بعد ما يديرنا هاد البيوقات بحال الشكل ديال البغريره، غنحتاجوا ديك الساعه باش نقلبوهم هكا. ناخذ بحال هاد الطريقه وندير بحال هكا، سهله ندير بحال هاد الطريقه هادي هكا، خداو داك اللوين الذهبي ديالهم ونقلب هكا. ساهلين ما تخافوش منهم، ما كيسقوا حتى شي حاجه. المهم البنات من بعد ما قلبتهم كما كتشوفوا كيحصلوا على هاد اللوين هكا، الا جانا نوليو نعاودو نقلبوهم على هاد الشكل حتى نحصلوا على داك اللون المحمر بحال هاد الشكل هذا، عاد كنحيدوهم. المهم البنات دابا كملت بانكيك، وغندوز للمرحله ديال لي كريب. غناخذ واحد شويه ديال الزبده في هاد المنديل، وغندهن هاد الشنايف ديال المقيله هكا باش ما تلصقليش من هاد الطريقه. وغناخذ لي كريب بحال هكا على هاد الشكل. غناخذ واحد نص مغرفه مع معمراش، وغادي ندير المقيله ديالي هكا، كنضيف تدريجيا كندور بيديا بحال هكا. سهله بالنسبه للبنات يلا كيتعلموا، راه ساهله ما تخافوش منهم. انا كنستعمل جوج مقيلات باش نسربي، نتوما على حسب الا عندكم الوقت ديروا مقيله واحده. ناخذ المقيله بحال هاد الطريقه هكا، كندور يدي وانا كنخوي حتى كنحصل على الكميه اللي باغا على هذا الشكل هكا. ندورني تبقى عندي شي بلايص رقيقه ندير لها بحال هاد الطريقه، راه ساهله ما تخافوش، ونديروها على العافيه. كتشوفوا بداو الجنيبات كيتحمروا وبدات كدنا داك البيوقات. غناخذ هاد اللعيبه ديالي هكا ما تخافوش منها كاع، ونحيدها ونستعمل يدي بحال هاد الطريقه هكا، وندور بحال هكا. انا غنستعمل جوج مقيلات، كنقلب في المقيله الاخرى على هذا الشكل هكا. نحاولوا نقصوا البوطه باش ما تخرجش لينا، هذه هاد الشكل كتجي مبوقه بحال هكا. صافي راه طابت، غادي نحيدها. صافي نحصل على حصلت على داك الشكل اللي بغيت. بنفس الطريقه على هذا الشكل هكا، هاد الطريقه هكا هكا. صافي وغنضيف عاوتاني طيب. البنات كما كتشوفوا انا لي كريب ديالي وجدوا، دابا غنحضر ليهم الشكلاط. الشكلاط راه كدايز شفتوا معايا في واحد الفيديو سابق، كندير حمام ريم وكندير طريف الشكلاط في الكسرونه واحده اخرى، ما كندير معاه والو. دابا حصلت على داك الشكلاط اللي باغا هكا، باش ما يقصحش ليا منين نصايب به لي كريب ديالي. غادي نضيف عليه واحد المعلقه ديال دانون باش يبقى على شكل شوكولا، ما متوفرش عندي انا الشكلاط، وقلت عليك ما نصيبش هذا في الدار. كما كتشوفوا غندير واحد المعلقه هكا ديال دانون باش ما يعقدش ليا داك الشوكولا من بعد ما نديرها في لي كريب وتقصح وتخسر ليا لي كريب. كندير بحال هاد الطريقة، كنحصل على شوكولا لذيذة ونكهة زوينة بلا ما نحتاج ناخدو الشوكولا أخرى. المهم البنات من بعد ما حضرت الشوكولا على هاد الطريقة هادي، كناخدو لي كريب. راكم عارفين كيفاش كيتصايبو لي كريب، على كيما بغيتو طويوهم. كندير بحال هكا، نقدر نديرها بحال هكا، نقدر نطويوها طويوله مرصوه طوال على هذا الشكل بحال هكا. ندير بحال هكا، هذه تقدروا تقسموها على جوج بالموس على الطريقه. انا ناخذ مقص هكا وسهلين. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ولي كريب ديالنا. كما كتشوفوا لي كريب ها هي زينتها على هذا الشكل، طويله ومثلثة كما كتشوفوا. درت شويه ديال الكاكاو وزوقت به بان راه مدهونين بالشوكولا،
هنايا هاد الكريب كيما كتشوفوا درت ليه الخوخ والشوكولا كامل من الداخل، وهنايا هاد الكريب حتى هو بالعسل والبنان كيما كتعرفوا، كيجي رائع، كيجي غزال. ولدي درو كيعجبهم بزاف، راكم عارفين دابا بحكم ان شاء الله العيد، راه ساهلين تقدروا تصيبوهم في الليل والصباح، غير تسخنوهم وتحضروهم، وتقدروا تحضروا كميه كبيره وديروها في الفريكو كيفاش كندير انا. ملي كتحتاجوا الوليدات كتجبدوا دغيا وتسخنوهم، وكيجيو لدادين وبالصحه والعافيه وطولة العمر يا ربي. وما تنساوش تدعموني وتبركوا على الجرس وديروا لايك باش يوصلكم الجديد. البنات ما تنساوش تدعموني كيما قلت لكم، وباش نعطي المزيد ان شاء الله. وعيد مبارك على الجميع، الامه العربيه والمسلمه كامله يا ربي، وبصحه وسلامه وباش كتسناو طول العمر. وبسلام عليكم، باي باي، ونتلاقاو شي فيديو اخر ان شاء الله.